السلام على رسول الله. اي جاهل جاء سيدنا محمد يالله مع الجلالي. اياك الورد اللي سقيتيه بيدك يا نوزل، اياك الورد اللي سقيتيه بيدك يا نوزل، ريحته فواح غيرته تايب البال. اياك الورد اللي سقيتيه بيدك يا نوزل، ريحته فواح غيرته تايب البال. اياك الورد اللي سقيتيه بيدك يا نوزل. السلام عليكم، كديرين لاباس بخير. احنا جالسين دابا في القهوه نرتشف القهوه السوداء. دائما يعني تنشكر الاخوان الاخوات الاحرار والحرائر فقط لا غير، من بوعاره من زباله التاريخ. يلا بداو تيخرجوا من الجحور ديالهم بعد هاد المباشر اللي كدرت الاخير، بداو تيخرجوا من الجحور ديالهم. يعني داك الشيء راه خلخل لهم الخلاخل، ضرب لهم الركاني، ضربنا لهم الركاني، الركاني يا ولد عم، حسوا بالدقه. اذا نحن في المسار الصحيح، هذا يدل اننا في المسار الصحيح. الزقاليف انصاف الرجال اللي تيوصلوا المهيرات حتى المقر الدائم وتيرجعوا يمشي يتسناو يجوا عندي يسمروا. انصاف الرجال ما يقدروش يواجهوا، ما عندهمش مواجهه نهائيا، تنعرفوهم. اذا ما تنساوش تبارطاجوا حتى هاد، واخا يكون غير كيشي ميشي تل الخمسة ان شاء الله، ونديروا معكم على اللايف. ما تنساوش بارطاجوه تا هو على نطاق واسع باش يوصل لهذوك الزلالم اللي تخلخلوا لهم الخلاخل. الخلاخل يا ولد عمي يضرب القنوات، ضرب القنوات انا وغيتي ضربنا عليهم القنوات وهم يخرجوا، زعزعنا عليهم الهيبه. عفوا. اذا العشية ان شاء الله مع جيت الخمسة ونديروا واحد اللايف ثاني. دائما الاخوان الاخوات الاحرار والحرائر الشرفاء والشريفات الافاضل والفضليات هما مع من تناظروا، هما اللي موجهين الكلام ديالنا. الزلالم اللي تيدخل ندور فيه ما نعقلش عليه، ما كاين الحزام والتحت اللي ضروا الكرو يمشي يقلب على اللي قاد ليه الطرح، ماشي عندي انا. احنا مع احترامات الاخوان والاخوات اسمحوا لينا، الزلالم هادو ما يقدروش يقولوا حتى نص كلمه من هادشي اللي تنقول، قدروا على والو، زلالم ديال الخلا. اذا شفنا بالنسبه غير واحد الاخوان تيقول لك امتى غادي يتنزل اطار ديال الاستاذ باحيت، اطار ديال الاستاذ باحيت وبالنسبة للمباراة ديال حامل الشهادات. هاد لي دو دوسي مرتبطين، ربطوهم بالنظام الأساسي. حسب الاستنتاج ديالي والتخمين بأن القانون يعني المرسوم اللي هو يكون بمثابة قانون اللي غادي ينزل النظام الاساسي 100% غادي يكون يعني في غضون شهر يونيو، ان لم نقول قبل، ان هذا الهم كله غادي يوقعوا عليه في شهر 4، نهايه شهر 4 في قبل من فاتح ماي، في ذاك اللقاء ثلاث الاطراف اللي هما اصبحوا كلهم احادي الاطراف، اللي هي الحكومة والباترونة والأمناء العامين ديال المركزيات النقابية اللي ديال لي زينيون، تيسموه الحوار الاجتماعي، الخلاصة ديال الحوار الاجتماعي ديال السنة الاجتماعية ديال 2022-2023 اللي بدات يعني دشنها السيك أخنوش لو 14 شتنبير 2022، غادي يدشنوها
وغادي يقول لك احنا درنا ودرنا، ولكن غير ركزوا الاغلبيه على 18 هنا اللي زقلفوا الاداره التربويه ديال الاسناديين اللي هما علاش تبنى على الاكتاف ديالهم النضال ديالهم، علاش تبنى هذاك الاعتراف بالاطار ديال المتصرف اللي بداو هما النضال ديالهم. هذو ما عارفينش لي ستوريك راه من 2007 هما تيطالبوا بتغيير الاطار، تقاعدوا للاسف قبل، واللي استافد هما المسلكيين اسناديين حوالي 18000 قالوا لهم سيروا تسناو مع اصحاب اللي تيتسناو المستحقات من 2020 هما تيتسناو وباقي مزقل فيهم لحد الان. مستحقات يعني اللي هي ديون سون زانتاري من 2020 وترصدت في القانون المالي ديال 2022 وحولوها قال لك الى جهه غير معلومه. هادو راه اللي خارج تيقول فيها نهار 25 يوليو 2022 ويجوب ويرجون، وهما راه من وقعوا الاتفاق 18 حتى هذوك الاطر الاكاديميه كاع مجبدوهم ما داخلينش ليهم في البلان ديالهم، ولكن من تيخرجوا المدرسة العمومية وإدماج في الوظيفة العمومية والهم الكحال إلى آخره الشعارات الفضفاضة كما داروا بعضين دابا ومناع بعض اللي خارجين دوكا تيقول لي الموس وصل العظم الناس ما قادر بقاش قادر تسنى وغنى الأسعار والهم الكحال وخص الزيادة في الأجور تيتريقلوا على النادم. هما راه وقعوا بأن ما كاينش تحسين ما كاينش زيادة في الأجور، كاين تحسين الدخل فقط عبر إجراءات أخرى كما قلت لكم بحال المراجعة ديال الأنظمة الأساسية، مراجعة تنظيم هذاك منظومة التعويضات اللي غادي تكون، تخفيض الضريبي إلى آخره إلى آخره إلى آخره. وتيجوا تيخرجوا تيقول لك بغينا الزيادة في المعاشات وفي الأجور والموس وصل العظم، هما راه موقعين وخداو 3 مليار ديال الدعم تحطوها لهم بينغ اللي وقعوا 30 ابريل وقعوا على خاص قجات المعاشات الاصلاح والسيناريو توافقوا عليه. جابتوا لهم وزيرة المالية حطت لهم دي السيناريو قالت لهم خذوا واحد من هذا بلا زيادة ولا نقصان وخداو توافقوا عليه وخدامين دق السكات ما يكون جاهز خلاف اللي كان فقط تغير في التنزيل الوقت هما داروه فاتحه يناير 2025 تماشيا مع يعني الحمايه تنزيل داك الورش ديال الحمايه الاجتماعيه اللي غيقادوه باش على حسابنا حنايا على حساب المزاولين والمتقاعدين الى اخره. شي يقوم بالافلاس وافراغ الصناديق والشي غيره راه موجوده تقاد داك الشيء ويخرجوا لنا به مكاتب دراسات ومؤسسات تيقحموها حتى هي تقول تجي راه افلاس الصناديق التعليم راه المرضوضيه ما كايناش الى اخره. انتم ما عارفينش شنو السبب ديال المرضوضيه في حين هذاك المجلس راه خاصو يمشي يشوف شكون اللي افرغ هذوك الصناديق شكون اللي ساهم في هضر المال العام ديال 44 مليار راه ماشي الانتقالات هي اللي تدير المرضوضيه، راه السياسات الفاشله تراكم الملفات عدم الاهتمام بالعنصر البشري وبحل هاد الملفات العالقه الزالقه والتمييز والحيف في الحقوق والركوب على الموجه هي الموجه ياك المرض اللي سقيتي بيدي الغزل كان ولد اللي سقيتي بيدي كان غزل ريحتو فواه الموتي دبال. قال لك الموس وصل العظم، الموس راه وصل لشي حاجه اخرى من غير العظم، شوف فين وصل ليه تريقلو على البشر ياكلوا مع الديب ويبكوا مع السارح، موقعين السلم الاجتماعي، موقعين مأسسة الحوار الاجتماعي، موقعين الميثاق الوطني الهم الكحل
يخرجوا يتريقلوا. فين عمرك شتي انت الشبعان تيحس بالجيعان، ولا اللي مكسي يحس بالحفيان، بالحفيان تيتريقلوا عليهم تيلبسوهم تيديروا لهم دوخ مدوخ دوخ دوخ جلدة باخة، تيديروا لهم جلدة باخة على اللي قالوا يقولوا واخا، تيبخرهم بجلدة باخة حبة كولو الشم الشم الهم. اذا هذوك الزقاليف ما عندكم ما غتصوروا اولا، وثانيا خلخل لنا يكون الجنابة ولا عمي خرجوا. اذا احنا في المسار الصحيح. واحد الملاحظة ديال الاساتذة ديال الثانوي التأهيلي، ديك 3000 درهم اللي تتهضروا عليها ما تبقاوش، يعني راه منظومة التعويضات راه تقادت وزعمي. كانت اللجنة ديال صياغة النظام الأساسي اللي بدات من شهر 9 شهر 12، والنظام الأساسي باقي نأكد بأنه راه كمل وجاهز في نهاية دجانب 2022، والنقابة كلها راه طالعة على العرض اللي دارت لها الوزارة، وما خلاهمش يصوروا ما عطاوهمش المسودة، خايفين اللي يكون تسريب وهما عارفين شكاين، خايفين من الصداع صداع الراس. دان خصهم تينزلوا داك الشيء بيه فيه. والنقابات دائما وهذوك التنسيقيات اللي تديروهم ورؤساء التنسيقيات راهم عارفين شكاين، علاش ما يقولوش ليكم الصياغه؟ خصنا يعني هذوك ديال لي شيل ديس عايزين زنا العشرة خريجي التاسع. اذا مع العشيه ان شاء الله نهضروا الاطار ديال الاستاذ باحث راه مرتبط بالنظام الاساسي المرسوم اللي هو بمثابة قانون اللي غينزل النظام الاساسي، غيكون في غضون شهر يوليوز يونيو جوان، لانهم قال لك بان الامتحان او المباراه عفوا ديال حامل الشهادات راه غتكون في يونيو، وبما ان هذا غير استنتاج راه خاصك دير ترانزيتيفيتي، بما ان حامل الشهادات هما مرتبطين بتنزيل النظام الاساسي فما يمكنش غادي يدوزوا المباراه ولا غتنزل شي مذكرات والنظام الاساسي باقي ما تنزلش. اذا راهما غادي غيكون التفعيل ديال التنزيل ديال يعني المصادقه على المرسوم اللي هو بمثابه قانون ديال النظام الاساسي، والتفعيل غيبدا مع بدايه الموسم الدراسي 2023 2024 اللي هو فاتح شوتنبير كما قالوا. وفعلا كاينه غير 4 شهور فقط اللي هي في القانون المالي بالنسبه لاتفاق ديال 18 يناير، وحتى شي ملف ما غيكون من غير هذوك 6 الملفات اللي كانوا انيين كانوا في عاد امزازي وداروا الخاويه في العامره وخلاوهم غير هما فقط، واللي للاسف الشديد لحد الان قاموا بالتسويه الفوريه والعاجله في سنه 2022 بالنسبه للمتصرفين المسلكيين واللي ناضلوا وضحاو ماديا ومعنويا من الوقت ديالهم باش يكون احداث هذاك الاطار تغيير الاطار بالنسبه للاطر الاداريه اللي حول تحت ولاو تا هما تياخذوا متصرف، وباثر الراجعين للمسلكيين فقط الاسناديين قالوا لهم سيروا الديمو ويلا غادي يرجعوا، وكشناهم يلا كيرجعوا ولاو جالسين تيناضلوا من جديد. هذه هي الاشياء اللي تتبعوها وديما تدير تحت القفه، في حين ان هذيك الانتخابات اللي تدير ديال اللجان الثنائيه ديال 16 جوان 2022 2021 عفوا، فهي بمثابه عقد تتربط بين النقابات اللي تتمثل الشغيله وبين الشغيله قاطبه، وخاصهم يكونوا على تواصل دائما، وخاص النقابات تقول الحقيقه وما تخبي حتى حاجه على الشغيله، تلقاوها دائما كالعاده ديالها دائما الغموض هو سيد الموقف، وداك الشيء تيخدم الاداره حتى
تيفاجئوكم بهذاك الشيء اللي غادي ينزل ويقول لكم الغالب الله طا خذ وطالب. من تكون المصالح ديالهم باقي ما تحققاتش تيقول لك نؤثر تجويد الارض على البرمجه الزمنيه الخاويه في العامه. من تحققوا المكاسب ديالهم تيقول لك خصنا خذ وطالب. اذا الاجتماع ديال 24 اللي غادي تسناو نهار الجمعه راه فيه النبغ بقي النبغ حصيله ديال النبغ ودوك الكنانم اللي ما تيعجبهمش هذا الشيء فليذهبوا الى مزبله التاريخ وليصطفوا الى جانب من يبيعون الوهم لهم وللآخرين. إذن شوفوكم هذا المساء بعد العصر 5 عصرا وما كان على عصير. أما العصارة أصحاب زيرو ديران ينتظروا مزبلة التاريخ هي المقر الدائم ديالهم. وتحية فقط للرجال أحرار للنساء الحرائر الشرفاء الشريفات الأفاضل والفضليات. ما تنساوش تبارطاجوا هذا الفيديو على نطاق واسع حتى تعمل الفائدة. تكثروا من الجيم إعجاب والدورو 120 ودائما إلى جانب الإخوان لتنعزوهم وتعزونا وتنفعوا لهم شارة النصر عالية. الناس اللي ساندونا ودعمونا في الوقت ديال المحنة ديالنا ولا زالوا لحد الآن يقفون إلى جنبنا. فتحية نضالية وما غادي نتفاكوش معهم حتى ناخذ الحقوق ديالنا ولا غنقلبوا عليهم الطاولة. مسألة لا تناقش. شوفوكم فيديو. ياك الورد اللي سوي ياك الورد اللي سقيتيه بيدك يا نغزل ياك الورد اللي سقيتيه بيدك يا نغزل ريحته فواد ريحته خير من الله. شوفوا سيدي احنا جالسين في المقهى وغادي نطلعوا نشوفوا شي اصدقاء ونشوفوا نزوروا الاقارب الاحباب. تحيه نضاليه.